ايه؟ يا ريته قال كده، يا ريته قال كده. هو لازم يقول لك حاجه غير كده، ودي فكره هيقولها لك في وش كده، هيطلع الف حجه. لا ده هودني، ده وافق. تمام، وبعدين هو مسافر لسه ما جاش. ثبتك يعني. ما هو ده سؤالي. اه، هو فعلا ينفع حد اصغر مني ب 15 سنه يتجوزني؟ لا، تعالي اقول لك ليه. انتوا بتحبوا بعض وانتي سنك صغطت وشكلك حلو وكل حاجه تمام، وزي ما بيقولوا كده يعني ست في كامل انوثتها. اتجوزك هذا الرجل الجميل، كمان 10 سنين هو 40، عارف يعني 40؟ فحل. على راي زميلتنا اللي قالت لك الراجل ما بنحبش غير كتفه ده، بالك يعني ربنا يمسيهم بالخير. 40 حضرتك 55، انت النهارده عندك 45 سنه، احساسك انك شابه مش كده؟ هو لما يبقى 45 سنه حضرتك هيبقى عندك كام سنه؟ 60 سنه. طيب هو عنده 50 سنه، راجل برضه لسه شغال زي الفل وعليه طلب، هيبقى انت عندك كام سنه؟ 65 سنه. شويتين بقى برضه بقى هو 55 مش عارف ايه بتاع، هتبقي انت داخله في 70. هيبقى شكل علاقه ايه؟ واخد امي موديها للدكتور؟ انا اسف ان انا بقول كده. كل سن وليه حلاوته. النهارده لو جالك حد يرتبط بيكي، مطلق ارمل ايا كان، وعايز يرتبط بيكي في النور، وهذا الرجل ده عنده النهارده 48، عنده 50، عنده 52 سنه، وياما رجاله في السن ده فله شمعه منوره، على راي عمور لما بيقول لك فله شمعه منوره، وهتعيشوا حياة مناسبة جدا، فيها التزام، فيها مسؤولية، فيها متع، فيها فسح، فيها مستقبل، فيها تقارب في كل شيء، فكري، اقتصادي، مادي، معنوي، ولادك ولاده، في حالة كده مقبولة. لما يحصل ده هيبقى حياتك مظبوطه. نكبر سوا بقى، نعجز سوا. اقول لك ناوليني علبه الدواء جنبك دي وانا عندي 65 70 سنه. الا فكريني فين، الا روشته الدكتور فلان الفلاني فين؟ موجوده شايلها لك في مش عارف ايه. طيب فكرينا بكره نبعت المعمل يجي يعمل لنا التحاليل. خلاص بقى، ما احنا كبرنا، بس ده معناه ان احنا بنموت؟ لا، ما بنموتش، بنستمتع بحياتنا وبنخرج وبنسهر وبنسافر وبنتفسح وبنعمل كل حاجة، بس اللي يقلقنا لما فرق 15 سنة مع الأسف مش مظبوط.